مشكلة، أنا موظفة أعاني من ظلم مديرتي التي ظلمتني بشتى أنواع الظلم، كيف أتصرف وما نصيحتكم لظالمتي؟ صلي لله وقولي في سجودك: اللهم اكفني ما أهمني في شأن هذه المديرة وما لم أهتم به، اللهم اكفني ما أهمني في شأن هذه المرأة أو المديرة وما لم أهتم به، أو قولي: اللهم اكفني إياها بما شئت. أرجو الله أن يجد لك الخلاص والمنجأ.